مشاهدي برنامج يوم جديد. صباح الخير عليك ليث. موضوع في بالغ الأهمية وعاشت إيدا. دائما أنت مبدع في اختيار تقاريرك والمواضيع اللي دائما ما ممكن أنه تفيد أكبر شريحة من المجتمع العراقي، خصوصا تمر هي في حياتنا اليومية موضوع التاكسيات وسياقة أهل التاكسيات، إنهم طبعا سياقة خاصة بهم ما شاء الله عليهم. بعد ما شفت أو استطلعت آراء الناس، شنو اللي تبين عندك من خلال آراء؟ اليوم ما ينكر احد انه مهنه سائق التاكسي واحده من اشهر المهن اللي موجوده بالعراق، وتكاد تكون يعني اللي هي المهنه اللي صارت سائده. نعم. اليوم بظل عدم توفر فرص عمل للخريجين او لغير الخريجين، او حتى اللي عندهم وظائف بداوا يشتغلون بحكم انه الراتب غير كافي، فبداوا يشتغلون سيارات سائقي اجره. فهذا الشيء اثر على الشارع، بدينا نشوف كثره سيارات الاجره بالشارع، وبدات تظهر في الظواهر ما حلوه عد سائقي التاكسي، مثل الوقوف بارتال سياره ورا الاخ ورا المؤجر، او الوقوف بسائق ثاني وثالث. هذا الشيء كله اثر على الشارع والقى بظلاله على الشارع، وادى الى ازدحامات واختناقات تصير بالشارع. بالفعل بعد ما شفنا هذا الاستطلاع كان التقرير، لما انت اجيت اخذت اراء السائقين بالاخص انا دا اقول التاكسي، شفت انه اكو كان عندهم يعني انه متقبلين الفكره انه اكو هاي قاعد تصير سلبيات بالكثره من التكاسي، لو شفت انه لا قاعد يقولون انه مثل ما يقولون احنا يعترفون انه كثره السلبيات اللي قاعد تصير والحوادث اكثريتها التكاسي؟ يعترفون صراحه، انا يعني عجبني حتى اكو واحد من السائقين قال صح احنا لا اعترفوا بالتعذيب لو ضدك يا فضل. لا اعترفوا بدون تعذيب بمجرد السؤال، اعترفوا انه زين اكو مخالفات عديده على سائق التاكسي، لكن ما نريد نذب اللوم فقط على سائق التاكسي، على الجهات المختصه ايضا بكل بلدان العالم الشوارع منظمه، اكو فد اماكن لسائقي التاكسي واماكن للمرور وغيرها، شوارعنا احنا ماكو فد شيء مخصص لسائق التاكسي، فما نذب اللوم عليهم اكثر. اكيد طبعا، لكن ضروري جدا يكون سائق التاكسي واعي ودائما يراعي المصلحة العامة ومصلحة الشارع. طبعا ليث، اكيد انت يعني اثناء تجوالك مع الناس وفي شوارع بغداد الحبيبة حتى تستجمع اراء الناس حول هذا الموضوع، ممكن انه شيء طلع بالتقرير وبعض الامور اللي سمعتها انت بجوز احتمال يعني ما طلعت بالتقرير، لكن من خلال انت روحتك وزيارتك وتجوالك في شوارع بغداد الحبيبة، اكو بعض الظواهر السلبيه اللي دائما ما يعني يقوم بها صاحب سياره التاكسي، خصوصا بما يخص الهورنات اللي دائما ما نسمعها هم من قبل سواق التاكسي، واللي يحور الهورن طبعا يخلي هذا الصوت المزعج جدا. طبعا هذا الموضوع عندنا تقرير ثاني، وانا طبعا عندي عندك اتمنى اسوي تقرير طبعا بحلقه موجود التقرير موجود ان شاء الله الحلقه الجايه حلو. اذا ما نريد نتحدث كثير عن الموضوع، لكن يشد هورن بوش المبالغ زايد مبالغ اللزوم بالفعل، واعتقد يمكن حتى تاروسه مال الهواء حتى الصوت صدقيني يا سجاد تسمع الصوت يعني اثناء التقرير اللي ان شاء الله راح ينعرض باكر، سالت اصحاب المحل اللي يبيعون الهورن، قلت لهم السائق من يجي يشتري هورن شو يقول لكم بالضبط؟ يعني انتم تطوا هذا الهورن يقول هذا الهورن مزعج، يقولون لا، هو يجي يقول انا اريد اكثر هورن عندك مزعج. يعني بالمناسبه هذا البوش وهورنات يعني تستخدم سيارات كبيره الحجم فيشدها على سياره صغيره بغرض الازعاج لا اكثر. يعني ليث وسجاد تدرون انتم بالدول العربيه والاوروبيه كل بلدان العالم يعني بدون استثناء مو ممنوع، بس يعني الهورن موجود للسياره يستخدمه يعني مع احتراماتي للسامع للحيوانات فقط. صح. يعني انت ممنوع ليش تستخدم هورن؟ انت في سياقتك اثناء سياقتك لسياره في اي مكان اكو قانون يمشيك؟ اكو اشاره ضوئيه تمشيك؟ اكو قانون خاص بالسرعه في كل الشوارع؟ اكو كاميرات مراقبه؟ اذا انت تحتاج الهورن بعد شنو؟ شو تسوي بالهورن اصلا؟ لذلك الحيوان ممكن انه تدق له هورن لان ما يفهم. صح. ما يفهم الرماش، ما يفهم انه هاي هذا شارع ممكن انه راح تدهسك سياره معينه مره هنا وهناك، لكن الهورن للحيوان. للاسف احنا نشهد في شوارعنا يمكن حتى اثناء انا شفتك اثناء ما سويت التقرير دا اسمع صوت هورنات. صح صح صح, 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 صح هذا شيء مزعج جدا و مأثر على المواطن، يعني الشارع بي المريض وبي تعبان وبي الدايخ وبي المستعجل، يعني اكو ناس يعني بالازدحام واقف السير ومع هذا يدق هورن، صارت المساله اشبه بالعاده انه فشي متونس عليه، ونوعيات الهورن غريبه عجيبه يعني اكو هورن بالفعل مزعجه. ايه طبعا نغمات معينه يعني ليث امر اني هم اكو شغله على موضوع انه الهورن
هاي الموضوع خلينا نقول احنا اذا صار اكو عرفت الظرف طارئ انه احد رايح للمستشفى ممكن, ممكن يعني يكون اكو فد ازعاج حتى صح. انه السياره اللي قدامه تفهم انه هذا عنده ظرف طارئ هذا رايح للمستشفى هذا ممكن. صار وياه شيء بس انت تجي وراك على طول اول ما طلعت من الفرع بس ما صار الثانيه طوط بسرعه طوط زين اخي يعني الواحد حتى يصير عنده ارتباك يتلبك ما يراعون يعني اكو مره ما يراعون اكو كبير بالعمر مدى اعرف شنو الموضوع حتى من احنا نحكي على اصحاب التاكسيات يعني ماكو اي احترام ماكو اي احترام شوية. يعني يجي انا واقف على الشارع منتظر تاكسي فيجي هو يدق لي هورن زين واذا ما اشرت له يبقى يدق هورن الى انا يتاخر يجي الثاني نفس الشيء زين انا اذا اريد اشر لك اشر لك اذا اريد يعني تاكسي فهذا الشيء ايضا بطل عمل اكو اخلاقيات بالموضوع فنة صار فنة زياده فنة عن اللزوم ماكو اي احترام سبق وان قلنا وهي فن وذوق ماكو لا احترام للبنيه هذا فن وذوق بالفعل البنيه اللي توقف تكون ما عندها سياره توقف سواء تطلع من المول تطلع من البيت يجي تاكسي عليها ها تطلعين ها يابا شكرا تطلعين تعيد لنا مره ثانيه يابا شكرا طول زين خلاص اكو شيء اسمه احترام وانا ما اريد يعني ترى شغله مو قوه بالفعل وطوط زين كافي كافي شو شال هورن؟ طوط ما شال هورن هذا هورن منبه نقدر نقول طيب ليث اريد انت حضرتك على المستوى الشخصي اثناء استطلاعك يعني شنو بعد ايضا الموضوع اللي لفت انتباهك بما يخص سواق التاكسي اللي لفت انتباهي احنا نريد نعمم صراحه الاعم الاغلب من سواق التاكسي هم ناس محترمين واغلبهم اصحاب شهادات وخريجين لكن الظرف الاقتصادي اللي يمر به البلد او ظرفه هو الخاص خلى يشتغل سائق تاكسي لكن هو مثل ما يقولون الشر يعم فعلا اكو فئه صغيره او فئه قليله ينقصها الوعي من الشباب الصغار اللي ما عندهم تحصيل دراسي ولا ثقافه كافيه بداوا يسوقون سيارات فقاموا ياثرون على نفسه وعلى الشارع وعلى على على الزينين من سائقي التاكسي. حلو عاشت ايدك، احنا ما نريد نبخس حق سواق التاكسي وهذه المهنه الرائعه والجميله، كثير من الطبقات المهنيه والشرفاء من المجتمع العراقي هم يمتهنون هذه المهنه الرائعه من ضمنهم الخريجين وغير الخريجين حتى يعني احنا ما نقول يعني واذا خريج يعني خلاص شغله اخلاقيه لازم يملك فعلا اخلاقيه، الخريج خلاص لازم يملك اخلاق عاليه، اكو مخرج يعني هو يملك اخلاق وغيره على الشارع وغيره على المارة وغيره على حتى اللي يصعدون عليه، يعني مهنة التاكسي أعتقد هي من المهن اللي نقدر نقول عليها من الثقيلة. ليش من المهن الثقيلة؟ إنها مكانتها واحترامها. لا مو بس هاي سجا، يعني السائق معناها مؤتمن على أشخاص هم وياه بالسيارة، يعني أنا من يعني أخليك تكون مؤتمن على أختي أو أمي أو عائلتي، يعني ما ممكن إنه هاي الشغلة تكون شغلة سهلة. خير مثال للسائق التاكسي المثالي هو سائق التاكسي البريطاني، يعني يمر بمراحل واختبارات واختبارات مو كسائق تاكسي، اختبارات عبقرية. لذلك اكو دراسة اجروها على سائق التاكسي البريطاني اكتشفوا انه حتى دماغه يختلف عن دماغ الاشخاص الاعتياديين. تفكير اي بس هم تاكسي يعني نرجع نقول هم يتحملون امانة صح. يعني بالفعل الناس سواء ركب وياه او سواء ناس وقفت بالشارع هم يتحملون امانه، المفروض يحافظون على هاي الامانه، يخلون بها احترام، يخلون بها مبادئ، يخلون بها قيم، مو بس مبدا انه احنا نقول انه مثل ما قلتوا انه هو يكون صح. عنده تحصيل دراسي، مثل ما قال عمر اكو ناس هواي واصلين من الشهادات وما عندهم اي مبادئ واي اخلاق واي احترام، واكو العكس تلاقي ما مكمل دراسه ومو ما نقدر نقول مثقف بس عنده خجل، عنده حياه. فيعني احنا ما نريد نذب مثل ما قلنا اللوم بس على اهل التاكسي، لكن البعض منهم بالاخص المراهقين اللي حتى ما عندهم الرخصه اللي قاعد نشوفهم احنا دا يطلعون تكاسي من اجل العيش، فالمفروض يعني الواحد يكون يحترم هذا الشيء. اذا دائما وابدا احنا نقول يا ليث لو خليت قلبت، مو فقط سواق التاكسي، اكو كثير من سيارات الخصوصي هم مخالفين للقوانين المروريه ودائما هم من دائما يكونون يعني سبب في بعض الحوادث، يعني وسبب في التعدي حتى على ابو التاكسي نفسه صح. يعني ممكن انه ايضا ابو التاكسي يعاني من بعض المشاكل اللي تخصه، لذلك وقد يكون حرب بعض او نقدر نسميها حرب نفسيه من قبل اللي موجودين بالشوارع، الازدحامات اللي دي يمرون بها بعض الطرق اللي مسدوده في شوارع بغداد العزيزه، بالاضافه الى انه ازدحامات اللي تمر بها شوارع بغداد في خصوصا في فتره الدوام صح. لان اعرف دائما ما نتحدث ويا عميد عمار الخياط
الموضوع بغداد دائما بغداد تعاني من الازدحامات في جانبي الكرخ ورصفه، فالله يكون بعون السائق. يلا يكون، احنا قلنا من نريد نوقف اللوم على السائق التاكسي وحده، الجهات المختصه هم تتحمل جزء من هذا الشيء، لازم يكون بالفعل. اكو اماكن مخصصه لهم، اكو هسه فد شغله حلوه طلعت التطبيقات التليفون؟ لا تطبيقات الكترونيه حلو، تطبيقات الكترونيه موجوده ممكن عن طريق هذا التطبيق تتواصل مع سائق التاكسي وتقدر تطلبه بدون ما يعني تنتظره بالشارع او فد شيء عن طريق هذا التطبيق. مريد نسوي دعايه، اكو اكثر من تطبيق موجود الان بالفعل لسيارات الاجره، هذا ايضا يسهل من عمل سائق التاكسي ويخفف شويه من حده الازدحام ويدعم الشباب الباحثين عن عمل ايضا بالفعل. واكو شغله همات يعني لاحظ عليها عمر، انا لما اطلع بالشارع اشوف دائما سياره بالاخص السايده لانه اشوفها حجمها صغير، عرفت اللي يدخلون الروين سايدز يعني تكون سياره صغيره فتقدر تمر بين الافرع بين السيارتين، والله العظيم اشوف اقول هاي شلون فاتت السياره بس لانه حجمها صغير تلاقيها مسويه هاي الضجه الكبيره بالشوارع. واعتقد يمكن يا ليث فرص العمل القليله اللي موجوده دائما بالعراق، دائما الخريج اللي يبي يتخرج من كليته ويحصل على شهاده البكالوريوس هو ما يلقى فرصه عمل او تعيينه باحدى دوائر الدوله، مما يخليه انه يضطر يروح يشتري سياره تاكسي حتى مجرد انه يشتغل ويكسب قوته وقوت عائلته واطفاله اذا كان متزوج. نورتنا اليوم ليث وكان الموضوع اكثر من رائع، وانت دائما عودتنا انه تجلب لنا من مثل هكذا تقارير جميله ومفيده للشارع العام. شكرا جزيلا، اكيد احنا نحرص دائما نركز مو بس على السلبيات، دائما ننقل الايجابي والسلبي، هاي سياسه قناه رشيد. تحياتنا لك ونورتنا اذا مشاهدينا. ننتقل انا وسجا وليث الى مروه، و طبعا كتبت بغداد واهم ما نشر في الصحف المحليه والعربيه والعالميه، وصباح الخير عليك يا شباب. يسعد صباحك.